السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بكم في قناتنا المتنوعة. إذا أنا رايح نقدم لكم اليوم اختبار في مادة التربية المدنية للسنة الثانية متوسط الجيل الثاني. ما عنديش رايح ندير لكم الحل معاه، بالك غدوة نديره لكم. إلى ما درته لكم شكون رايح نصيبوا الأجوبة بكل سهولة في الكراريس تاعكم، يعني كل أستاذ وطريقة التلخيص تاعو، يعني مادا بيا تجاوبوا عليها على حسب الأستاذ تاعكم. هيا نبدأ. تعتبر المجالس المنتخبة الإطار الأمثل للممارسة الديمقراطية وتجسيد السياسة الشعبية. عرف المجالس المنتخبة ثم بين لماذا يسمى أعضاؤها بالنواب. كم يقدر عدد أعضاء المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي الوطني؟ بين سبب الاختلاف. 3. بين أهمية هذه المجالس. الجزء الأول على 4 نقاط، تبدل كلش، تقول الجزء الأول على 4 نقاط والوضعية الإدماجية على 16 نقطة. 16 نقطة معنتها لازم تخدموها مليح، تراعيو كامل وش لازم. كما كل مرة نقول لكم ونعاود لكم طريقة كتابة الوضعية الإدماجية كيفاش تكون، تبعوني خاطر شهادة ديجا له نقطة. مقدمة، ما تنسوش البياض اللي تخلوه هنا، ومن بعد العرض يكون طويل على المقدمة، المقدمة تكون قصيرة فيها تعريف صغير، العرض يكون طويل، ما تنسوش البياض اللي يكون هنايا. الخاتمة تكون قصيرة تقريبا كما المقدمة، وكذلك فيها بياض هنا. فاصلة، شوفوا الفاصلة، النقطة في آخر كل فقرة، في نهاية العرض، في نهاية المقدمة، في نهاية عفوا الخاتمة والمقدمة، ما تنسوش النقطة في الأخير. إلى كاين كش سؤال مثلا، درتو سؤال ومن بعد جاوبتو عليه علامة استفهام، إلى حين تشرحو 2 نقاط هادو عليهم الأستاذة قاعد تشوفهم. ديجا كي تخزر في الورقة تاعكم مقدمة وتشوف عرض وتشوف خاتمة، تشوف البياض قبل كل حاجة، كل يعني قبل المقدمة والخاتمة والعرض، أكو رايحين تدو نقطة زيادة. هيا بلا ما نطولو، إذا أنا قلت لكم لازم تخدموها تخي بيان على خاطرش عليها 16 نقطة. ألو، الإشكالية في جلسة نقاش بين زملائك حول الانتخابات، تناول المتحدثون مراحلها لكنهم أغفلوا الحديث عن أشكالها وأهميتها، فتدخلت لإتمام النقاش. التعليم أكتب فقرة من حوالي 10 أسطر، ما لازمش تروحوا تديروها 7 سطور ولا 8 سطور، بزاف نقصتوا من واش طلبوا لكم، وما تروحوش ديروها 15 سطر ولا 16 سطر، طولتوا بزاف بين 9 و11. هذه هي تجيب فيها عن الأسئلة التالية. السؤال الأول، عرف الانتخابات واذكر أشكالها مع الشرح. اشرح مراحل العملية الانتخابية، بين أهمية الانتخابات، ثم بين لماذا يجب على المواطن أن ينتخب. هذا هو الاختبار، ديروا الحل تاعو. إذا شفتوا روحكم حبيتوني نصحح لكم، عندكم لاباج تاعي فيسبوك بعتولي. ما بصح حاجه سهله، واي سؤال تسحقوه معليش، اللي ما عندوش فيسبوك في لي كومونتير يسقسيني اي سؤال، ان شاء الله باذن الله نجاوبو. الا كش واحد ما جاوبتوش يعرف بلي والله ما شفت السؤال تاعو، يعني ماشي ندير بالعاني، كيما نجاوبكمش ما نشوفهمش. هيا ربي يوفقكم ان شاء الله، ومع السلامه.